السلام عليكم. فيديو جديد طنارة قشاب. مرحبا باصدقاء طنارة كاملين، مرحبا بخوتي خواتاتي المغاربة. فيديو متنوع كما العادة، فيديو مغربي، نهضروا على بلال ونهضروا على الكره وشحال من حاجه، ولكن بنبدا لكم بهذه اللقيطه رائعه جدا ما شاء الله. اسود الاطلس، واحد الشبل اطلسي ما شاء الله، يلا تزاد ولاده شبل جديد من اسود الاطلس في حديقه الحيوانات ديال الرباط. فصيلان انقرضت من 1942 ما شاء الله، انقرضت من البريه ولكن باقيه في المحميات. المهم ماشي محميات، المهم كاينه في حديقه الرباط ما شاء الله. تزاد واحد الشبل جديد من اسود الاطلس، اجي نشوفوه. سيمبا تزاد صافي. اذا داكم واخا سيدي واحد شويه الخبيرات ديال الكره مدينه مراكش ان شاء الله ستكون عاود ثاني مسرح لحفل جوائز الكاف ان شاء الله نهار 16 ديسمبر عاود ثاني. هذه كانت العام اللي فات، ان شاء الله هذا العام عاود ثاني، وان شاء الله السي ابراهيم عبد القادر هو اللي كاين مع دوك مع واحد جوج، واحد نيجيري واحد المهم ما عقلتش عليهم بالضبط. المهم في الثلاثه الاخرين اللي بقاو ما فهمتش وراحمي ما كاينش معاهم، ان شاء الله ينال جائزه اخرى. اوكي المهم مراكش كما العاده، وبغينا نهنئوا بيان سيغ المنتخب المغربي لكره القدم الشاطئيه. بدا المشوار ديالو ما شاء الله في كاس افريقيا اللي في مصر، بدا المشوار ديالو بالربوح على تنزانيا ب4-3. ان شاء الله يكملوا ان شاء الله، علاش لا يديو اللقب في المحتناش لينا. الحمد لله حنا منافسين عن اللقب ويكون خير ان شاء الله. لقطه اخرى كوميك سيدي، عاود ثاني الكونت اوفيسيال فيسبوك ديال ريال بيتيس. مو سيدي قال لك عشاق الزلزولي في كل مكان، حيت الزلزولي في المطار تيتصوروا معاه، تلاقى مع المغاربه بيان سور تيتصوروا معاه، تلاقى مع الصبليونيين تيتصوروا معاه، ولكن هاد اللقطه نتاع المغرب والمغاربه هكا تلاقاو في المطار. والكونت ديال فيسبوك ديال ريال بيتيس بالدارجه عاود ثاني. ديما التعليقات اغلبيه هاد لي كونت نتاع اللعاب نتاع الفراقي الصبليون والفراقي فرنسا قامتينهم مغاربه، هما اللي خدامين تيلونسو في المواضيع ولا بليتو في التعليقات على زعما على شي حاجه متعلقه بالنادي. لقطه جديده جميله هو ان الجامعه ما شاء الله تتكلف باعاده التاهيل ولا التدريب بليطو، يعني تيقراو التدريب في جامعه محمد السادس. هذه لقطه جميله، لاعبين دوليين سابقين في طريقهم ليصبحوا مدربين، يعني كل شيء تيعاود يقرا التدريب منهم بيان سور الاحمدي، منهم داكوستا راه تنعرفوهم بزاف. تحت تيليكوم قال لك خمس اسماء منهم ان استطعت، يلا تنتحداو اصحاب خمسة الاسماء، يلا صعاب صراحه تلقى خمسة الاسماء كلهم هنايا، كاعدو ناس سابقين
كويريا سابقين ديال المغرب. المهم داكو ستارا هو الاحمدي كاين. شكون اخر مشاو ليا السميت ولكن راه كاينين كاينين بزاف. انا ها هما نجبدوك شي واحدين من هنا. ها هو كاين داكو ستارا بوصابون فكرتيني. السعيدي السعيدي حتى هو كاين تما ما شاء الله. اسامه السعيدي الاحمدي بوحدوز حتى هو واخرون شتو ابو صابون. ها هما خمسه سيدي ديال السماء. يلا المهم دوره تكوينيه قال لك من طرف الجامعه لمجموعه من اللاعبين التوليين المغربيين السابقين باش ان شاء الله يوليو مدربين ونكثروا من المدربين المغاربه ديالنا. نقطه جميله جدا. داك البطوله ديال بيكي اللي مشارك فيها الياس المالكي مع لعابه مع شي لعابه من المغرب لقطه كوميك ولكن تيبقى السبع مهدي مهدي ما شاء الله. السبع قال لك اللي غادي يجيب البطوله ان شاء الله يتيو البطوله معاهم هذا السيد هذا راه ما شاء الله بوحدو يتيو مع الياس مالكي. فرحان نمثل المغرب. قبل ما نبداو حطينا الخطه والتكتيك درنا التصويره وهنا بدا الماتش. الدور الاول مشى رجع وعاود مشى. هنا شويه كنت غادي نتهرس. قول الاول مارك ضربونا ناضيا جيت نحتفل مع الكوتش. سير 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 جول تاني. الكوج عطانا التعليمات باش نبقاو رابحين وفي هاد اللقطه عبرتو مره الاولى ومره الثانيه. كونترول نيمار دو برازيل سيبا مهدي مع البالون. يلا 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 دخلت مع البالون وحطيت الباس لولا الدرو. قبل ما نسالو مارك بيت بالراس وهنا الياس كنت فرحان بالفرقه. شكرا على السوبر ديالكم نجيبوها ان شاء الله. لايك وكومنتي الفيديو. وي 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 سي ميدي. صراحه صحه الدراري الرجاء صحه لولا الظروف صحه ميدي ميدي صحه صحه ما شاء الله على ميدي بوحدو قلت لي انت بطوله. الله يسر لي هو سيدي الشباك. لقطه اخرى جميله هو ان واحد العداء مغربي سميتو سيدي الحسين العزاوي. حسين العزاوي ما شاء الله يحقق انجاز قال لك مميز عقب فوزه بنهائي الماراثون الذهبي وتصدر الترتيب العام. اخذ خط مستقيم السرعه اللامتناهيه التي يتمتع بها لحسين. لحسين ومعاي حسين. اكتب يا حسين الطريق من جاء. اكتب يا حسين بالخط الازرق المغرب في المقدمه المغرب يا حسين العزاوي. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ربنا يحميك. روح يا بني ينهي هذه السلسلة سلسلة أقوى الثوري الذهبي ومركز أول عن والله المتميز يفوز يا الحسين العزام. هشام القروج خالد سكابدوان هنا الجزائر حسيبة بالمرقة من الجزائر نورية أيضا معتز برشا من قدر والاحترام. فوق المغرب الذهب للذهب حسين العزاوي المغربي في الطريق لنهايه السباق. سباق المغرب الذهب للذهب الذهب للذهب. اكتب يا حسين الذهب للمغرب والحسين العزاوي من المملكه الشريفه مركز اول عن جداره عن مهاره عن شطاره يسجد شكرا للمولى عز وجل يشكر لله سبحانه وتعالى يقرا الفاتحه. سجده الابطال سجده المنتصرين ان شاء الله دوما موجوده وحاضره. الف مبروك هذا الانجاز للمغرب للبطل الحسين العزاوي صاحب المركز الاول سواء على مستوى نهائي الدوري الذهبي هنا في سويسرا او على مستوى الترتيب العام كمركز اول عن جداره واستحقاق. بمعنى المركز الاول 300 نقطه تضاف ل 700 نقطه ينهي ب 1000 نقطه. ما شاء الله عليك يا الحسين ما شاء الله عليك يا الحسين العزاوي. ومعي هنا حسين زريكات. واكتب يا حسين هذا الانجاز في موسم 2024 نهائي الدوري الذهبي للماراثون. هنا هنا النتيجه هنا الانتصار هنا التفوق هنا المعالم هنا الانجاز وهنا الانتصار. حسين شكرا لك على هذه المتابعه وعلى هذه المعلومات. شكرا اخي عثمان. اذا نبقى مع هذه اللقطات للحسين العزاوي الذي نفرح بانجازه نفرح باحتلاله المركز الاول
على مستوى النهائي كذلك على مستوى الترتيب العام. وما شاء الله تجري في وسط الجبال وفي وسط الغابات في سويسرا هذا الشيء. أسيدي ما عندي ما نقول هنيئا للمغرب دائما. إوا سيدي ندورو جات شوية جات دي مسطورة اللي ما لقى ما يدار ويعطي قال لك عاود ثاني واحد ديجا كان قالها شحال هادي وعاودها. المهم واحد الهضرة خاوية ما بها ما عليها قال لك أسيدي يقترح عاود ثاني تقسيم الصحراء بيننا وبين البوليزاريو بين المغرب والبوليزاريو جزء للمغرب وجزء للبوليزاريو قال لك. هاد الهضرة كان قالها شحال هادي في شي 2012 ولا معناتها 2002 كان قالها بليتو لا سيغ تاع تما تسوق ليه. انا الهضره الخاويه المهم ان ديميستوره براسو هو اللي كان مكلف بالتوصيل تاع زعما النزاع تاع الصحراء. المهم في الامم المتحده اشي زي هو قال لك يقدم استقالته للامين العام للامم المتحده كمبعوث اممي. المهم هادشي شي حاجه فيها شي حاجه ماشي هي هذيك في هاد الهضره حيت صعيب انك دير بحال هاد الحماق هذا نتاع عام وانت تتشار اش من عام شحال من عام هو تيتشار من قد لقى انت سير وهذا حضار وفي الاخر تجي تخرج بحال هاد الخبث هذا الله اعلم واش كاين شي حاجه متدخله في هذيك الهضره. المهم انه من موراها قال لك اسيدي يقدم استقالته كمبعوث اممي مكلف يعني خرج النزاع مكلف بالنزاع حول الصحراء. النزاع حول الصحراء ما بقاش مكلف به عطى الاستقاله من ديك الجهه. اخويا شوف الميساج ولا المهم الحاجه داكشي اللي بغى المغرب واضح جدا ملكا وشعبا واضح واضح يعني ما يجيش شي واحد ولا التاريخ وكل شيء تيقول لك ديالنا ما يجيش شي واحد السبب هو الجزائر من الاخر. الملك قال لك قال الهضره واضحه اسمعوا معايا ها ملكنا الله يحفظه ان المغرب لا يتفاوض على صحرائه ومغربية الصحراء لم تكن يوما ولن تكون ابدا مطروحه فوق طاوله المفاوضات. سمعتوا ما عمر هادشي ما كان في المفاوضات هنا باش نمشيو قانونيا نوبه مع القانون الدولي مرة ديالنا داكشي فسالينا باش نمشيو في طريق زعما القانون الدولي وفي طريق الامم المتحده باش ما يكونش زعما صراعات هذا داكشي واضح. احنا الناس جاوا من البرازيل باش يقول لك الصحراء مغربيه وتجي انت تحلف فمك تقول لي اقسم حماقه هذا. وزير الخارجيه البرازيلي قال لك موقفنا ثابت جات لهنا باش يقول لك موقفنا ثابت. جا من امريكا اللاتينيه قال لك باش يسمعها القناه الشرق لا سيريتي دو بيي relativement la question du Sahara qui mène aussi le Brésil à prendre une position formelle de la part du gouvernement brésilien relativement à cette question. داكشي واضح جدا انا والناس يجيو من الصحراء وكل شيء العمداء ديال المدن الامريكيه جاوا حتى الصحراء باللباس في العيون تيلبسوا اللباس التقليدي الصحراوي ديال العيون ويجي واحد قال لي قسم انا سير قسم راسك قسم داركم ما هذه دارنا لا للقسمه ما تقسم ارض واحده بلد واحد يا حبايبي شتو معايا المسؤولة الأمريكية بالملحفة
الامريكان تجي دير اتفاقيات مع الناس ديال العيون ومع المسؤولين ديال العيون ويجي واحد يقول لي قسم الله ما تيمرقوا بالله. قلت ما يدار السي عمر الى الخدام ليها تا يقول لهم اش كاين وباقي شي واحد ينوض يقول هذاك كيكون كاين شي رقيع ماشي هو هذاك بعض المرات. المهم الجيري قال لك فو ان ريفيروندوم عاود ثاني الاستفتاء الخاوي دوتو ديتيرميناسيون بور تو الموند سوف بور لا كابيلي هذا هو تيعاود يعطيهم تيجيو باقي تيجيو يحلوا في مهم في وسط الامم المتحده يقول لك كبحال راه المسؤول عاود ثاني في الجزائر الجزائري في الامم المتحده قال لك راه الاستفتاء حق الاستفتاء وهذوك القبايل ما بغيتيش تعطيهم حق الاستفتاء تقرير البصير دوتو ديتيرميناسيون اي ان برانسيب يونيفرسال بوكوا فوتيل l'appliquer exclusivement, uniquement à la région du Sahara marocain. Son pays refuse de l'octroyer au peuple kabyle qui existait en tant que royaume avant la naissance de la République algérienne en 1962. L'Algérie doit être suffisamment courageuse s'il défend un principe, il ne faut pas qu'il soit exclusif. Il faut qu'il respecte son caractère universel. Néanmoins, le Maroc continuera toujours à défendre son Sahara et comme je l'ai dit dans mon intervention, nous espérons que l'Algérie se rende à l'évidence que son projet séparatiste est déjà voué à l'échec et que la campagne, la caravane du Sahara, du développement du Sahara se poursuivra normalement malgré, je ne dirai pas le terme. ارا عليه لا الله كما قال لك السي عمر الى ما شاء الله عليه تحيه له المسير الكارافان كما قال لا كارافان ديال التطور في العيون ولا في الصحراء المغربيه خد غادي شاد طوال لا كارافان شاد الطريق وغاديه وكل شيء غادي بخير الحمد لله وغادي يجي بدا تيحل علينا فمو يقول لك بغي يقسم بغي يدير هذا ساعتين القبائل بلاصتو دا مستعمرهم بشحال هادي المهم ما المهم خلينا ساكتين ندوزو سيدي اسمع لي رضوان في روحي دي ميستورا قال لك غادي نديرو قاسامه للصحراء المغربيه البعوث الشخصي للامين العام للامم المتحده دي ميستورا عام هو يكتب في الرابور عام هو خطيبيطي غادي جاي عام هو يتلاقى مع المسؤولين ومع المنتخبين عام هو غادي للجزائر لتيندوف عام هو كيقيد وضعية حقوق الإنسان اللي كاينة تما في تيندوف في الجمهورية الوهمية وفي الأخر قال لك أسيدي كيقترح أنه نديرو قصامة للصحراء حنا نديو الشمال وهما يديو الطبقة التحتانية غير باش نقولو له دي ميستورة ما فيها باس وصل هادي الفخامة الرئيس لا كانوا قالوا لك نديرو قاسامة باش ياكل شويه ديال الحوت الحوت راه ساليناه لتحت مابقاش غيدخلوها على الخاوي دونك غير نساو شي حاجه سميتها البحر وسميتها الحوت قاسامة اجي ودير قاسامة من نيتك حنا سنوات وحنا نبنيو باش نجي نقول لهم اجي وديو الطب ما شاء الله العيون كي ولات والداخله والسماره والقرقارات والقويرة ويجي واحد يقول لك قاسا اش تعبير ولا ما ايه انا حنا تنطوروا في البلاد اعوام واعوام ولات البلاد كلها الحمد لله غاديه في 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 في, في لا تكنولوجي الاخرى وغاديه في التطورات الاخرين ويجي واحد يقول لك قاسا واحد كان في العجاج ما عنده لا حقوق لا والو وما تيطبق لا حقوق لا والو حتى على دوك الناس اللي معاه ولا النساء اللي معاه والفضايح وسميته ويجي يدخل معنا للبلاد ندير نقزمو معاه هذا هو الحماق حتى الجزائر قال تحتانية من نيت كدي مستورة دابا غادي يولي ابراهيم غالي عنده الساروت ديال الداخلة المتوسطي دابا غيولي ابراهيم غالي هو يتحكم لينا في البطولة ديال العالم ديال الكايت سيرف دابا غيولي ابراهيم غالي بوصندالة هو يتحكم لينا في الحوت ديال الداخله كاين لا قسامه لا هكا لا قسامه هكا الا كاين شي قسامه داز في الجزائر حكم الماتش ديال الكاميرون والجزائر تقصات الجزائر مشات الكاميرون كاس العالم ولا بينا عليه الصلاه والسلام
داكشي حتى حنا اللي درنا الصحراء المغربيه، داكشي اللي كان غيدار درناه شحال هادي ونبينا عليه الصلاه والسلام. موعدنا نهار 30 بالمناسبه باش نشوفوا القرار ديال مجلس الامن فيما يخص الصحراء المغربيه. اما التقرير راه كتبوا اليوم والامور يا سلام. تحياتي وديما مغرب. ديما مغرب هادي بدون نقاش. الحماقة هادو هما هادي هي الجزائر، هي اللي جابت اليوم شدوا الصراع كامل. وشوف عاود ثاني اش دايره، تخيلوا معايا الجزائر عاود ثاني. شوف معايا جوج مغاربه قباصه يمتهلون مهنه الجبس بتهمة التجسس على الجزائر، واحد سميتو عبد الرحمن واحد سميتو رشيد، واحد فهران وواحد قال لك سيدي عل بالعباس. والتهمة هي العمل بأي وسيلة كانت من أجل العمل ضد مصالح الجزائر، أي وسيلة واخا تبتك باص. قال لك هذا القرار جاء خصوصا بعد فرض الجزائر التأشيرة على المغاربة. أنا ما فهمتش ديك بأي وسيلة كانت. دابا غنقولوا نصيفطوا القباصه يتجسوا، نصيفطوا الصباغ يتجسوا، والجليجيه تحياتي. لا اله الا الله، اش بين نقول لكم؟ لا اله الا الله، اللي تيعرف شي واحد في الجزائر، شي مغربي في الجزائر يعلموه، يقول ليه خرج في حالك، والله يلعبوها خدمه. الا كانت هذه الخدمه هذه اللي فيها بحال هذا الشعب وبحال هذه القوانين هذو وبحال هذا النظام اللي تيتعدى هكا على الناس، الله يلعبوها خدمه. السيد قباص ولا سباغ سباغ ولا شي حاجه تهمة التجسس. راه هادشي علاش داروا هادشي وعقلتوا فخامات الرئيس السي عبد المجيد، عقلتوا عليها اش قال؟ قال لك حنا الشعب علاش بنا نخرجوهم، حنا الشعب المغربي شقيق. قال لك هما بداو عاود ثاني الكبرانه تاع ما فيهم ثقه، راه الخيانه في الدم، يعني في اي لحظه يديروا داكشي اللي قال لهم هواهم، يعني هذيك البلاد غير امنه 1000%. يعني اللي تيعرف شي خدام في الجزائر ولا شي حاجه اخويا رجع في حالك، خرج في حالك، خرج في حالك. هذيك البلاد الله ينعلبوها خدمه تكون فيها كاع. لا اله الا الله. وولاد دمهم وما اطلقوهم، ها شوف معايا، ولاد دمهم ما اطلقوهم. المحكمه العسكريه ديال البليده قالت لك اسيدي تصدر حكمها بالسجن المؤبد في حق المغني الجزائري مالك الراي الشاب خالد بتهمة التجسس لصالح المغرب. واش ماشي الرقيع هذا؟ يلا الشاب خالد حيت عايش في المغرب بيان سور، دابا باش يحبسوا عليه قال لك ما باقاش يدخل سجل المؤبد، زعما باش ما عمرو يجي للجزائر، حيت الا جا بغى يقبطو يدوز المؤبد، اللهم ما خصوش يدخل تما. الناس هو عايش في المغرب هو وعائلته. وهذا السيد عنده احترام كبير للمغاربه، وحتى المغاربه تيكنوا ليه احترام كبير، ماشي بحال شي وحدين، ماشي بحال شي وحدين صحاب صحاب التحريض وصحاب المشاكل. ايوا لا اله الا الله، انتم تشوفوا اش تيخرج من الجزائر يوم بعد يوم. عاد كما العاده المغاربه ديما النشاط، عاد الميزان على هذه اللقطه هذه. الحمد لله على شعب واخا ما عرفتش يوقع ديما، الحمد لله النشاط كاين في الدم هادي بدون نقاش. ايوا سيدي كما قلت لكم هضرت لكم على هذاك بلال اللي دار المشاكل. وقبل ما نهضر لكم على بلال كاين اللقطه اللي قلت لكم نتاع ديك التونسيه، ديك التونسيه طلقوها على حسب ما سمعت ان الرئيس التونسي زير ليا الكبرانات انه مهددهم انهم الا ما طلقوش، حيت هذيك ولات قضيه راي عام تونسي، الا ما طلقوش هذيك البنت اللي زربوا عليها وحكموا عليها بعام هكا بالزربه على الفيديو اللي قال انه بغي يقطع العلاقات مع الجزائر ويقاد العلاقات زعما مع تونس. هادشي اللي قالوا، هادشي اللي قريت انه تهددهم بهذه الطريقه هذه زعما. وبيان سيغ هما دخلوا لهذا التهديد هذا وطلقوا ديك البنت على حسب ما في راسنا، راه البنت التونسيه دنيا القاني راه رجعت لبلادها في انتظار اننا نشوف شي فيديو من جهتها باش يكون التاكيد، ممكن يكونوا هادو هي اخبار زائفه الله اعلم. وسيدي هذاك بلال نضر دار
ناض زعما نورمالمون باش يدير زعما واحد واحد الاعتذار للمغاربه ولا شي حاجه. لا 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 ناض سيدي تيشرح وتيعترف قال لك زعما انه ما عنده ما يدير كاع هو بالمغرب ياك ولدي المغرب اللي وكلاتك وشرباتك اعوام واعوام.